ما رديتيش عليا ليه؟ امبارح قلقت عليكي. ما كانش ينفع ارد عليك، سيف كان جنبي وكانت الدنيا مكهربه على الاخر. طب وايه الجديد؟ ما انت عارفه ومتوقعه ان هو ما كانش هيعديها. عارفه، بس انا ما كنتش حابه يمسك عليا حاجه، انا طول الوقت جامده، ما كنتش احب ان انا افضل ادافع وابرر. تدافعي وتبرري ليه؟ ما هو اللي جه فجأة وطبيعي انك يبقى عندك ميتنج بره ولا شغل. بس احنا ما كانش عندنا ولا شغل ولا ميتنج، وانت عارف. بس هتقولي له كده سهل؟ ما انا قلت له، وفي الاخر هو قال ايه بقى؟ يا انا يا شغلك. سيف كده زودها قوي. ازاي يقول لك كده في الوقت ده وانت على وش ترقيه ممكن ما تتكررش تاني في سنك ده؟ والله انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. مش عارفه تعملي ايه؟ خدي موقف يا ريهام، الراجل اللي انت اتجوزتيه مش هو نفس الشخص اللي معاكي دلوقتي. واحد بين يوم وليله بيتحول من شخص لشخص تاني، انت عارفه ده معناه ايه؟ معنى ايه؟ معناه انه شخص مش متزن نفسيا. واحد ممكن يتحول لشخصيه تانيه في اي وقت. ليه تعملي في نفسك كده؟ احمدي ربنا ان انتوا ما عندكوش اولاد. ما تنسيش ده. انا تعبت من كتر الضغط. اهدي يا ريكو، انت تستاهلي حياه تانيه خالص. انت ما اتخلقتيش عشان النكد ده. انت اللي زيك لازم يتدلع وينبسط طول الوقت، لان باختصار مفيش حد زيك. انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ غصب عني ما اقدرش اشوفك كده. بصراحة انت ابتديت تتعدى حدودك معايا قوي. عندك حق، ما خدش بالي ان احنا في الشغل. ولا في الشغل ولا بره الشغل، المفروض في حدود. حدود؟ انا بتقولي لي حدود؟ انا مش عايزاك تزعل مني، بس المفروض ان احنا اصحاب واخوات، ومهما كانت درجة القرب ما بيننا لازم يكون في حدود. يعني انت شايفة ان احنا مجرد زمايل وصحاب؟ انا طول عمري شايفاك كده. ما تخلينيش بقى اندم ان انا كنت بحكي معاك وبفضفض. يعني عايزة تقنعيني ان احنا مجرد زمايل وصحاب؟ قاعدين مع بعض طول اليوم في المكتب ونروح نكمل كلام على الواتساب لحد ما تنام، وانت شايفة ان ده عادي؟ لا خليني اقول لك بقى يا ريهام، ده مش عادي. ريهام، شركة ستار جت كلمتني وكانت بتقولي ان هي عايزة تخلي الميعاد بدري ساعة، فلو تمام معاكي قوليلي عشان ابلغهم. اه تمام. طب يا حسن، خلينا نكمل كلامنا بعدين. تعالي اقعدي. أبلغهم دلوقتي؟ اه بلغيهم. ماشي.